السيسي يعني قوى الجيش اللي موجود واشتغل في جميع مناحي النهضة الممكنة. يعني مطبعة نابليون على فكرة ما سابلناش مطبعة، كدابين خدوها معه، اشترى مطبعة وطلع أول بعثة 4 أنفار يدرسوا فن الطباعة وصناعة الحبر وصناعة الورق، واشترى مطبعة مستعملة. يوم ما مشي محمد علي، يوم ما مات كان في 8 مطابع في مصر، منهم واحدة للكليات لكذا كلية، ومن واحدة للجيش مطبعة خاصة للجيش، غير واحدة الأميرية هي شغالة كانت لغاية دلوقتي الأميرية. في جميع مناحي الدولة كان بيشتغل في كل حاجة. طب يا دكتور بعد إذنك، نفس الكاشير اللي بيشتغل هنا، أيوة كان بيطلع بالبلد. هنا دولة حديثة ونقل مصر دولة حديثة، هناك عمل دولة من لا شيء. اللي هو من محمد علي نفس الأمر، هنا برضه نقل مصر إلى الدولة الحديثة بعد اتخاذ القرار بالضبط، ونهض بها إلى درجة تخليها تختلف عما قبل السيسي. الحقيقة محمد علي عمل كده. طب بما ان احنا اتكلمنا عن